مساء الخير واهلا بيكم في الشتاء وفي ليلة الإسراء والمعرج. طيب قبل ما نخش على الإسراء والمعرج انا هقول لكم يعني النهارده نبذة يعني عن الإسراء والمعرج كده فكرة، واقول لكم انا عندي فكرة، انا جوايا فكرة تجاه حادثة الإسراء والمعرج لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الأول بنحيي غزة وبنقول ربنا يصبركم، وبنقول للي ما سمعش واللي مش عايز يسمع إن رئيس الأركان قال وزير الخارجية الأمريكي النهارده بمنتهى الصراحة كده إحنا لسه ما خلصناش. وشيء عجيب جدا إن وزير الخارجية الأمريكي يطلب من نتنياهو إن يقعد مع رئيس الأركان لوحده، قال له لا مش هتقعد مع لوحدك. حاجة غريبة جدا، ايه ده؟ دول مش اصدقاء، ده في واحد فيهم اقوى من التاني. ازاي وزير الخارجية الامريكي يطلب يقعد مع رئيس، ده مكتوب في النشرات كلها، يطلب يقعد مع رئيس الاركان الاسرائيلي، رئيس الاركان مش وزير الدفاع ولا، فرئيس الوزراء قال له لا مش هتقعد معاه، تقعد معاه معانا كده. يعني حاجة غريبة جدا. فلما قعد معاه معانا كده رئيس الاركان قال له بص احنا لسه ما خلصناش. فلما يخلصوا بقى انا قرات فيما قرات ان يعني في سيده عالمه كبيره في الانثروبولوجيا اسمها مارجريت ميد، امريكانيه هي، في محاضره حاضر فيها طلاب دكاتره لان هي عالمه كبيره. حد سألها قال لها يا ست مارجريت، قالت له نعم يا اخويا، قال لها ايه الحاجة اللي لما لقيتوها عرفت ان الانسان بدأ الحضارة، الانسان ده النوع ده من الاناسين يعني عنده حضارة، يعني اول ما اكتشف الحضارة. يعني الناس تصور مثلا هتقول مثلا حدائق بابل، هتقول الاهرامات، هتقول سور الصين العظيم، هتقول مش عارف ايه، هتقول ايه، هتقول اي حاجه بقى من الحاجات اللي هي اللي اسكندر، ايام اسكندر الاكبر ولا. فقالت لهم اول حاجه اشارت الى ان في حضاره، ان احنا لقينا عظمه انسان، عظمه الفخذ اللي تحت دي، بس مش هقدر اوريكم انا لابس بنطلون مش عظمه الفخذ دي، عظمه لانسان من قديم سنين طويله جدا جدا. العظمه دي بحسب ما بيبحثوا عندهم بقى الكربون والحاجات دي بيقدروا يعرفوا السنين والحاجات دي، العظمه دي انكسرت واتصلحت والانسان عايش بيها متصلحه، يعني العظمه اتكسرت وبعدين اتعالجت وبعدين الانسان عايش بيها شويه وهي متصلحه. هنا عرفنا ان في الحته دي في حضاره. أما حد يقول لي يعني إيه علاقة العظمة اللي كسرت واتعالجت قلت له هي ما بتقول المحاضرة، قلت لهم هو الإنسان غير الحيوان في إيه؟ إن الحيوان أجدع حيوان، هات الأسد كده وكسر له رجله، حيوان مطرحه. الأسد أخوه مش هيجيب له مية ولا هيجيب له أكل ولا هيعالجه. فحتى إذا سابه كده هيموت من قلة الأكل. ومفيش اكل ولا في شرب، مفيش علاج، يبقى اذا الحيوان لما بيتصاب بيموت. ليه؟ لان مفيش حضاره، مفيش معونه، مفيش انسان او حيوان تاني بيشيل الاسد العيان ويعدل له رجله وياخده ياكله لغايه ما رجله تخف. حتى لما بتشوف الطيور اولادها والحاجات زي كده مجرد ما يشبوا على حيلهم خلاص انتهت القصه، كل واحد يروح لحاله. فالانسان لما بيخدم اخيه الانسان وبيعالجوا هنا بدأت الحضارة. لما الإنسان يساعد أخيه الإنسان ويشعر بألمه ويساعده في إزالة هذا الألم يبقى هنا بدأت الحضارة. فلما تبص لغزة تلاقي هناك انتهت الحضارة، لأن مفيش إنسان بيساعد أخيه الإنسان، ده أصل الحضارة. مجرد ما الإنسان ساعد الإنسان هنا بدأنا مجتمع بين بني آدمين،
مش سمك في ميه الكبير بياكل الصغير، لا بنحافظ على بعض وبنساعد بعض وبنعاون بعض عشان نعمل الحياه كويسه. فليه كده؟ ليه احنا مش قادرين نفهم ان الحياه هي كده؟ وليه عندنا تخاذل كده؟ وليه الانسان ما بيساعدش اخيه الانسان؟ وانا اعتقد ان الواحد مش هيقدر يشوف اسوأ واصعب من كده. يعني اللي بيحصل في غزه على فكره بقى، لو انت خدتها على وسحبت شويه بعد غزه ودخلت على حدود الدول العربيه، هتلاقي الانسان لا يراعي اخيه الانسان خالص. مفيش حضاره خالص. في بطيخ، في قسوه، في مجتمع الغابه. مجتمعات معظمها اللي احنا شايفينها قدامنا، الكبير بياكل الصغير، التخين بياكل الرفيع، القوي بياكل الضعيف. والعالم تعبان، الناس تعبانه في كل حته. فاذا احنا في هذه الحياه ما عندناش حضاره. عارفين الحضاره فين؟ بين الشعوب وبعضها، يعني موجوده بين الشعب الامريكاني والشعب الالماني والشعب الانجليزي والشعب الفرنسي، انما احنا ما عندناش ده خالص. للاسف كنا على فكره زمان نقول كده، يقول لك لا بلدنا وبلدنا العرب، يعني احنا لو حد وقع نقف نساعده. ايوه ده موجود لغايه دلوقتي صحيح، بس الهمه اللي كانت موجوده زمان واللي شفناها ما بقتش موجوده، او بقت قليله جدا. والدليل انتوا شايفين غزه، ومش قادرين نعمل حاجه خالص خالص. ورئيس الاركان بمنتهى البساطه، احنا لسه ما خلصناش يا اخ بلينكن ده، احنا لسه تعالى روحوا تعالى بعد شويه لما نخلص. بس حبيت ابلغكم الرساله بتاعت الاخت مارجريت ميد اللي هي عالمه الانثروبولوجي، وان هي قالت الحضاره يعني لما عرفنا ان الانسان بيساعد اخيه الانسان، فاذا دول عندهم حضاره، ومن هنا بدات الحضاره. فلما تبقى موجود في مجتمع لا يساعد الانسان فيه اخيه الانسان، فتعرف ان انت ده مجتمع ما فيهوش حضاره، ده مجتمع الغابه اللي هو للاسف احنا عايشين منه في اماكن كتيره في عالمنا. طيب الاول قبل ما نخش على الاسراء والمعراج، كنت هتكلم عليه. انتوا كنتوا بتسالوني على الاسعار، انا قلت لكم المره اللي فاتت وهقول لكم المره دي وهقول لكم المره اللي جايه، انا ما اعرفش حاجه. يعني ما اعرفش ليه الاسعار، بس اللي اعرفه انه ما فيش حاجه اسمها الاسعار تغلى ونوقف في المحل. دي ايه دي؟ ايه دي؟ يعني ايه دي بدعه؟ اللي يقول لك ايه، وانت داخل تشتري تاخد الكيس، انا ما بروحش انا يعني ما بنزلش الحمد لله، لازم ممكن تعمل لي جلطه ولا حاجه، عشان تشتري مكتوب عليه 30 مثلا مش عارف، اروح الكيس يقول لي لا اسمها كيس برضه اسمها ايه، اروح احاسب يقول لي بقى ب 50. ايه ده؟ ده ايه ده؟ دي اسمها مفيش حضاره. ليه؟ للبياع ده عايز يستغلك، وبيستغلك نتيجه الظروف اللي حاصله، والظروف اللي حاصله هي اللي تسمح له بكده. وقصه بقى طويله طويله طويله. اما الاسعار هي ما غليتش، يعني وانا زمان قوي كنت ما كنت في البيت هاجمت بعنف، كان اول مره يطلع ايه يقول لك ايه تحريك الاسعار. والله العظيم مسكتهم اللي قالوا التصريح دوت واشتغلت عليهم شغل تمام. يعني ايه اسعار؟ يعني بنحركها من هنا لهنا، يعني بتعملوا بيها تحريك؟ ايه النصبايه دي؟ ارتفاع الاسعار مش تحريك ايه؟ انت بتحرك، مفيش حاجه اسمها تحريك الاسعار. وبعدين يعني مش التعبير بيقولوه كتير، انا ما اعرفش. يعني الاسعار بتغلى؟ مش بتغلى، الاسعار فيها يعني حتى مش انطلاقه، فيها انفجارات. واحنا يعني انا زيكم بالظبط، ما اعرفش يعني زي ما انتم بتشتروا الحاجه غاليه، انا بشتري الحاجه غاليه يعني، وبحمد ربنا ان ربنا سترها معانا وقادرين نشتري، وبدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يفك علينا الازمه دي. ممكن تكون ازمه، يعني ممكن ما فيش مانع، ممكن تكون ازمه يعني، بس حد يقول لنا هتخلص امتى؟ هل حد يعرف هتخلص امتى ولا هي ازمه يعني ما نعرفش مداها ايه ولا ما انا ما اعرفش. انما انتوا عايزين تسالوا على الاسعار اكتبوا في الفيسبوك واسالوا، اسالوا وزير التموين، اسالوا. انا بستغرب الدكتور مصلحي ده راجل طيب قوي، بس طلع قال انه يوم 1 يناير السكر هيرخص وبتاع وحاجات زي كده. مفيش
يعني ما حصلش. السكر برضو بيتباع بانك انت تروح تشتري حاجات، او بقى تقف في طابور كبير قوي او زي لقيت. وبعدين برضو بيبيعوا ناس ب 50 جنيه كيلو، بيتباع ب 50، والناس في ناس بتقول بيتباع باكتر من كده. والسكر ده سلعة استراتيجية. يعني ايه سلعة استراتيجية؟ يعني سلعة اساسية في حياة المواطن. استراتيجية لانه قلته تعمل مشكلة في البلد كلها، وده خطر على الامن العام بتاع البلد. سلع معينة، الرز، السكر، اظن السجاير المفروض تبقى منها يعني، بس اظن مش منها، الزيت، حاجات معينة المواطن بيستخدمها كل يوم. فاحنا ما يصحش نعكر مزاج المواطن كل يوم في الحاجات الاستراتيجية دي، المفروض تكون متوفرة وبسعر كويس. فيعني مش ما عنديش حاجة اقول لكم على اسعار الحقيقة. اما بقى انه الاسراء والمعراج، انا احب اكلمكم جدا بالتفصيل عن الاسراء والمعراج، بس انا عايز نفتح حوار الاول وبعدين نتكلم. انتوا ليه عايزين تتكلموا عن الاسراء والمعراج؟ اولا الاسراء والمعراج ده حدث من فعل الله مع رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو فعل خاص. اي حاجه تحصل فيه ما ينفعش اقول حصلت ازاي وليه وفين، ما ينفعش، لانه ده ما بين الله وما بين عبده الرسول عليه الصلاه والسلام. ولانه سبحانه وتعالى قال سبحان الذي اسرى، انتوا اطلعوا بره، ما فيش حد اسرى بمحمد عليه الصلاه والسلام الا الله سبحانه وتعالى. فدي قوه الله سبحانه وتعالى عملها مع نبيه عليه الصلاه والسلام. انت تبعنا مؤمن وتمام وحلو، ما عندكش مشكلة، الله يعمل اللي هو عايزه. ازاي يبقى عندك، لو انت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ازاي يبقى عندك عايز تعرف ازاي حصل الاسراء والمعراج؟ ازاي عايز تعرف؟ ليه؟ ازاي تبقى عايز تعرف؟ ازاي؟ هتقول ازاي؟ انا عايز اعرف ازاي؟ هقول لك ليه؟ لان ده الكرة الأرضية اللي أنت شايفها دي، فوق اللي احنا فيها دي، وبتشوفها في التلفزيونات اللي في ناس تقول لك دي مسطحة مش مكورة. الكرة الأرضية دي عارف سرعتها قد إيه؟ عارف بتلف حوالين كام حاجة؟ بسرعة جبارة على طول، لفة كده على طول، وإحنا فيها كده. قال أنت بتلف؟ إيه ده؟ ده ملكوت كبير قوي. فلما أقول لك إن الله سبحانه وتعالى خد نبيه عليه الصلاة والسلام وطلع على السماء ونزله، حاجة عادية. حاجة عادية وبسيطة. لو أنت أولاً مؤمن، انت مؤمن بان الله اللي هو ايه، قال لك ايه بقى يعني سبحانه وتعالى، الذين يؤمنون بالغيب. يعني في حاجات غيبيه انت مالكش فيها، مش هتعرف في حاجه خالص انك تؤمن بيها. ولذلك اللي بيبرزوا بيبقى عندهم بعض المشاكل في فهم الدين، فهم الحاجات. ولذلك انا بحط الاسراء والمعراج كده، واحط ابو بكر الصديق كده رضي الله عنه، قال له اذا كان قال فقد صدق. ليه؟ لانه مؤمن ان محمد بن عبد الله ده نبي من عند الله، وبيتواصل مع الله عن طريق جبريل، فاذا يستطيع ان ربنا يعمل معاه اي حاجه. فاذا قال كده يبقى صدق. انا مش بقول الكلمه ديت عشان انا من عشاق ابو بكر الصديق وكلكم من عشاقه، لا، لان دي كلمه موجز الحكايه. لو هو قال كده، قالوا له شفت صاحبك قال ايه؟ قال ايه؟ قال كذا كذا. قال ايه؟ قال. قال له اه. قال له يبقى صدق، مش محتاج يروح له. فهي دي القصه. اما تفاصيل ما حدث في المعراج، فانا رايي انك ما تهتمش بيها قوي، لانها فيها كلام كتير. يعني الحديث الاحادي بتاع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث كبير في حوالي 20 صفحه، وانا كنت كلمتكم عنه قبل كده، وفي تفاصيل تفاصيل تفاصيل، ودي حاجات بقى فيها مجازات وفيها حقيقيه وفيها يعني حدث. ايا كان هو حدث، اذا كان الله سبحانه وتعالى قال هذا وسيدنا محمد قال هذا، الله قاله في الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده في سوره الاسراء اللي هم يسموها احيانا سوره بني اسرائيل، وبعدين في سوره النجم.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما وعى. ما كذب الفؤاد ما رأى؟ قال لك ده حلم. ما كذب الفؤاد ما رأى؟ أنا طبعا مش هخش معاكم في تفسير القرآن ولا حاجة، إنما مش معنى ما كذب الفؤاد ما رأى إنه حلم. ليه بقى؟ لأنه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هنا الرؤية بالقلب لأنه ده النبي، فلما يشوف الله يشوفه بعينه ويشوفه بقلبه. لكنه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم قال لما تسأل النور أنا أراه، فيبقى شايفه بقلبه لأنه نور، هيشوف إيه؟ مش هيقدر يشوفه. فالناس بقى اللي هي طبعا بتحب تقعد تفسر كده زي احنا ما كنا صغيرين زمان، يقول لك ما كسب الفؤاد ما رأى، يا عم ده كان بيحلم. لا، بص بقيه الايات، وده امر ترجع للمفسرين، ما ترجعليش انا، مش علاقه بالقصه دي خالص، انا مش دي مش شغلتي خالص. ترجع للمفسرين، ارجوك اكتب تفسير ما كسب الفؤاد ما رأى وشوف عندك اراء كتيره جدا 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 جدا. يعني خلاص ما بقتش الحكايه دي محتاجه بقى انك تروح مكتبه مش عارف فين وتطلع تفسير مين، لا تفتح النت وتشوف وتقدر تعرف بنفسك. الاسراء والمعراج ليله عظيمه، مفيش كلام. الاسراء والمعراج في ناس بتصوم يعني من الليله دي لغايه بكره وتدعي وتصلي، في ناس تقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. انا شخصيا يعني كمواطن عادي زينا زي بعض يعني بنميل لفكره انه اللي عايز تدعي ادعي زي ما انت عايز، عايز تقرا قران اقرا زي ما انت عايز، عايز القران كله سواسية قران عظيم في كل حاجه فيه، عايز تصوم يا سلام. الصيام ده يعني ده الشيء اللي ممكن احسد عليه واحد صاحبي، يقول لي انا صمت اول امبارح، ما بقدرش عليه بصراحه، اللي هي النوافل الا بتبقى الحمد لله اللي هي اعرف. صحابي ده بي وسيدنا النبي بيقول لك على مثل هذا يحسد المرء، ما فيش حاجه يعني دي مش حاجه وحشه. فعايز تصوم يا سلام، اجمل حاجه تعملها انك تصوم. طب عايز تصلي طول الليل يا عيني يا سيدي، دي من غير ليله القدر من غير الاسراء والمعراج. وبعدين انا شخصيا يعني انا مش دارس الدين ولا حاجه يعني، مش بس بقول انه الحاجات دي بتبقى هي عمليه تنشيطيه. يعني الله سبحانه وتعالى عامل لك طول الوقت ظهر صبح ظهر عصر مغرب عشاء عشان تختشي، ما فيش فايده. طيب هنعمل لك مش عارف ايه، طب هنعمل لك اول شعبان نص شعبان اول رجب نص رجب ليله الاسراء والمعراج، هنعمل لك رمضان، هنعمل لك العيد في شوال، الست البيت في شوال، هنعمل لك ذو الحجه العشره الاوائل بتوع ذي الحجه، هنعمل لك مش عارف طول الوقت عمال. يا سلام لما كان سيدنا النبي واقف قاعد مع اصحابه وبعدين عدى جنازه يهودي، فقام واقف الروايه مكتوبه، فقال له يا رسول الله ده يهودي، قال له معلش اصل انا ما معناه يعني انها نفس تفلتت مني الى النار. يا سلام، شوف قد ايه هو بيحب الناس وعايزهم يؤمنوا، وربنا كده لانه بيحب التوابين. فطول الوقت يقول لك يا سيدي عندك كذا عندك كذا عندك كذا. فانا بعتبر ان الاسراء والمعراج من الليالي التنشيطيه. قوم بقى اذا كنت انت مش واخد بالك انك انت ما عندكش وقت نتيجه شغل او حاجه، تقرا موسى يلا اشتغل، عايز تصلي، عايز تتصدق. يعني ليله الاسراء والمعراج ليله مباركه زي كل الليالي يعني، فممكن تعمل فيها حاجات كتير. يبقى عندنا ان احنا لازم في مثل هذا اليوم نحيي فريق الأردن العزيز لأنه عمل انتصار كبير في قطر وحققنا نتيجة كبيرة جدا بالنسبة للأردن وبالنسبة لنا احنا كلنا نحبه يعني. فهو هيقابل قطر، المنتخب القطري أظن كمان يومين ثلاثين من السبت في النهائي، فدي أول مرة تحصل في الأردن. وأنا بعتبر نفسي من 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 سكان الأردن من أهل الأردن يعني، ففرحان زيهم وبقول لهم مبروك على الوصول النهائي والحدث الرياضي الكبير. واللعيبه اللي عندهم اللي طالعين الشبان ده موسى وغيره لعيبه كويسين جدا ولعبهم حلو قوي قوي، نتمنى لهم كل التوفيق. الرياضه
بتبقى شيء جميل جدا لان احنا نتلاقي فيها. حد بعت اي حاجه، حد قال اي حاجه، دينا النهارده حكينا اهو عشان بقول لكم لما اقول لكم بعتوا تقولوا نتكلم في ايه، فقلتوا لي اتكلم انت. انا بتكلم بس بحب ان احنا يعني نتشارك، فانا عايز نتشارك في الكلام اللي قلته على ليله القدر، على الاسراء والمعراج. هل انتم موافقين ان الواحد ممكن يتعامل معاها؟ ان احنا مش مشايخ، احنا ما نقدرش نعتبر نفسنا دارسين دين، لكن هو القلب، فانت قلبك فين بتشتغل بيه. والقلب على فكره لما بيقرب من الحاجات كده، لما وانت بتقرا القران الكريم وانت بتقرا بقلبك بالراحه كده، بتحس بسعاده غامره، يعني بتحس بسعاده غامره. يعني مثلا انت لو تاخد صوره صوره ويعني معلش ابعد عن السبع كبار، يعني ابعد عن البقره ولا عمران والمائده والسبع عشان طوال، ابدا خد مثلا من سوره الكهف اللي انت بتقراها كل يوم جمعه، واللي انت بتقراها كل يوم جمعه، وصوره صوره اقعد اقرا فيها كتير، انا مؤكد انك هتتبسط جدا. يعني لما بتفهم الحاجات هتتبسط جدا جدا جدا. انما في ناس تقول لك على فكره يا اسراء تقول كذا بالليل وتصلي كذا بالليل، كل ده كلام طيب لكنها كلها سنن. فيعني انت تفعل، فعايزين نتكلم في الحكايه دي كمان. فاطمه بتقول في ناس مختلفه في الوقت بيقولوا ما تذكرش انها 27 رجب، هل ده صحيح؟ طبعا ما نعرفش، لا ما نعرفش. بس ايه بقى؟ في ناس يا سيده فاطمه زمان قعدوا تفرغوا للحاجات دي، عشان كده التعامل معاهم باستهتار مش منك، من ناس تانية مش كويس. في ناس قعدوا، يعني قعدوا ايه؟ يعني مثلا لما تيجي تتكلم مثلا عن الامام الشافعي مثلا، مكة عاش فيها سنين، راح المدينة عاش فيها سنين، راح اليمن عاش سنين، راح بغداد عاش سنين، وبعدين جه مصر عاش فيها برضو 5 6 سنين، فلفوا جامد جدا عشان يجمعوا الحاجة، عشان يجمعوا الحاجة. البخاري ده لف الوطن العربي كله اسمه على مدى سنين طويلة عشان يتأكد ان الكلام ده قاله فلان ده عن فلان ده، وان الكلام ده مظبوط يناسب قول النبي صلى الله عليه وسلم. فناس اشتغلوا شغل جامد قوي. فالناس لما قالوا هي يعني في اقوال كذا وفي اقوال كذا، لكن هي غالبا في 27، يبقى احنا نمشي على كلامهم. ليه؟ لان احنا مش ممكن هندرس دراستهم. وبعدين افرض ان هي 25 وانت اعتبرتيها 27، ذلك عند الله مش عندنا احنا. افرض ان هم لا قدر الله اخطاوا في حاجه، بقت طلعت 26 من 27، طلعت 2، مش مشكله. لان الله بيتعامل بالقلوب مش بالاجنده. يعني مش بيبص للتاريخ. فالمساله انه ممكن يكون ممكن، وفي اقوال، ده في اقوال في الاسراء نفسه حصل امتى؟ يعني حصل بعد العشر سنين فعلا، لما السنه اللي مات توفيت فيها ستنا خديجه رضوان الله عليها وابو طالب في نفس السنه، في سنه 10 تعتبر هجري، بقى ما كانش في تاريخ عند النبي، التاريخ اتعمل في عهد عمر بن الخطاب. في سنه 10 هجري، السنه اللي هي عام الحزن، عشان كده ربنا حب يرفع عن سيدنا محمد ويخرجه من الحاله الصعبه اللي هو فيها. ممكن، ما قالوا لا في وقت تاني، ده في كمان كتب بتقول الاسراء في حته والمعراج في حته، وفي مش عالم. مالكين مالناش دعوه. دي ناس بتشتغل، دي ابحاث ودراسات وحاجات زي كده. الاسراء حصل حصل. المعراج حصل حصل. حد يقول لك الاسراء حصل بس المعراج لا، ما تقولش لا. ما تقولش لا لا اتلقك. في قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبدي ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى. سوره النجم، الاسراء في سوره الاسراء. سبحان الذي اسرى بعبدي، بس ما فيش معراج فيها. انما سوره النجم هنعمل ايه في الايات دي؟ هتفسرها انت بقى؟ ده موضوع تاني خالص. طب كمل بقى الدين بتاعك انت، فسره وفسر انت المصحف وفسر انت الاحاديث، لك هذا. احنا مش بنقدس رجال الدين، لكن في ناس دي شغلتها. انت بتروح للدكتور يقول لك خد الدواء ده 5 مللي، تقدر تقول له خليها 7؟ مش معنى الدكتور مهندس يقول لك انا هعمل البتاع دوت بكذا كذا كذا كذا، السقف بتاع الاوضه اللي هتنام فيها تقدر تناقشه في الكميات بتاعته الا اذا كنت مهندس زيه؟
هي دي المسألة. فرجال الدين عادي يشتغلوا في الحاجات ديت، عايز تقبلها بلا مش عايز يشتغل بقى فيها، وربنا معاك. عارف ليه بقول لك ربنا معاك؟ لأنه كم تفسير للقرآن الكريم؟ وما تقدرش، ما اقدرش اقول لك اعتمد تفسير فلان، لان ما فيش تفسير لسيدنا، ما عندوش تفسير، ما كتبش تفسير. لو كان سيدنا عليه الصلاه والسلام مفسر القران كانت قفلت وخلصت، فسره كتبه كان خلاص خلصت. لا مش مفسر، فمفسر ده ممكن يبقى اخطا في حاجه في شمال. طب فسر ده اقول لك مين؟ فانت قعدت بقى تعايز لك 15 سنه تقعد تقرا في التفسيرات، بس تقرا ثم هتتكرر بناء على ايه؟ ده عايز تعرف اللغة العربية والشعر العربي، حكاية صعبة جدا. وسبب النزول الآية، وإمتى نزلت الآية، ونزلت في مكة ولا في المدينة، ونزل قبلها إيه، ونزل بعدها إيه، قصة كبيرة جدا يعني. فما تسأليش، قالوا 27 رجب. حاضر. مش لأن إحنا متعين كده بدون تفكير، لا. لأن دي أمور زي ما بقول لحضرتك كده، تروح للدكتور يكشف عليك يقول لك كذا 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 خلاص. انا بقى ما عجبكيش الدكتور روح لدكتور تاني، بس في الاخر هتروح للدكتور برضه يقول لي كذا كذا كذا، اسمع كلامه صح؟ هتسمعي كلام الدكتور. فاحنا بنسمع، والشيوخ برضه عندك كده، عندك تفسير الطبري، عندك تفسير ابن كثير، عندك تفسير الجلالين، عندك السيوطي، عندك شافعي، خد اللي يعجبك، ما حدش هيقول لك لازم تلتزم بالتفسير الفلاني. فالاسراء والمعراج هو في 27 رقم. عايزه تعمليه في 25 رجب يعني مش هتبقى بتعمليه لوحدك. والدين بتاعنا يحب الجامعه. في حد بيسال على حاجه تاني خالص؟ النهارده نسبه المشاهده لا في يعني عايز اقول لك المفروض لو في حد بس عايزين يقول لي حاجه كويس احنا خلصنا. ميمو بتقول لك احسنت تغريد جزاك الله خير. سلوم بيقول لك لا بس عايز النبي يكلموني في الاسراء ومزاركم، لانه يعني انا بحب جدا فكره فكرة بسيطة اللي أنا اتعلمتها في الحي الشعبي اللي اتولدت فيه. الدين أبسط من كده بكتير، أبسط من كده بكتير قوي. الدين محبة حقيقية، والدين رقي في التعامل، والدين اللي أنا كنت قلته في بداية الحلقة بتاع العالمة دي، الإنسان خلق لأخيه الإنسان، لأن الإنسان يساعد الإنسان ويبسط الإنسان، ده يبسط ده وده يبسط ده وده يبسط ده. هي دي الحياه اللي عملها ربنا، اللي هي مش موجوده في الدنيا للاسف الشديد، اللي قليل جدا. فاذا ما كانش الدين يخليك تقدر، لو مش قادر دلوقتي تقدر بكره، انك انت تبقى الانسان اللي هو قال عليه ربنا سبحانه وتعالى ان هو خلق لاخيه الانسان، يبقى الدين في مشكله معاك، مش الدين اللي فيه مشكله، معاك انت لسه مش معشق معاك كويس. انما لما يعشق معاك كويس هتلاقي نفسك بتحب الناس ومستعد تساعد على قد ما تقدر، وكفايه انك انت بس تكون بتحبهم. ميسه بتقول لك النهارده مولد السيده زينب. حبيبتي يا سلام، الورده زينب دي يعني الورده البيضاء. زينب حبيبتي يا سلام. ما هي المولد بتبدا كده، تيجي بقى من عند ستك السيده نفيسه وتمشي بقى في شارع الاشراف ده، تمشي 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 توصل للسيده زينب، وبعدين تروح بقى لسيدنا الحسين، وبعدين تروح للامام الشافعي، بتلف كلها في محيط واحد كده. النهارده ليله كبيره؟ لا انا كنت امبارح. الليله الكبيره دايما تبقى يوم ثلاثة. كانت امبارح. فامبارح انما النهارده لا. لا امبارح. احنا زمان لما كنا ساكنين في شارع مفتدان والله كانت الليله دي، لا ساكنين في المنيره، كان بقى نفتح بقى الشبيك بنسمع بقى طول الليل المزيكا شغاله والرقص شغال. كنت مفرح جدا بيومين السيره زينب دول. البيت كان تحس ان احنا بيت هايس كده، الصوت كان بيجنن في البيت، ودي كانت حاجه بتسعدني جدا جدا جدا. طيب كل سنه وانتم طيبين، نراكم على خير ان شاء الله.